شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكن على أصناف متنوعة ومميزة وهيك فيكن تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكن من دون أي كلفة توصيل إضافية. كتير أوقات مننزل على الصيدلية لناخد ضغطنا بطريقة دقيقة لأنه المكانات يلي عنا يهون ما بيعطوا الدقة المطلوبة يلي بتعطينا إياها مكانة الضغط بالزلد. هل Blood Pressure Monitor بتأملنا راحة البال بفعاليتها ودقتها. شاشتها كبيرة وطريقتها كتير سهلة للاستعمال. ما قلنا إلا نحط الربر على زندنا ونكبس ستارت وسويني بتكون النتيجة اللي كتير دقيقة. كما بتعطينا نبض القلب وفيها ميموري. هالمكنة مكفولة وبتحصلوا عليها ب $48 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا على بستلر على 01-44-55-55. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى يعني ما بتنخزي وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقصمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55x60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم $26 بتحصلوا عليها والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على التالتة مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. قد ايه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني. بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه. بقص الجزر البصل الخيار الذره بطاطا جبنه دجاج واللحمه. كوب إكسبرس مزود برسار لتسريع عملية القص ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد $24 أو الاثنين $30 بس. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو نحن وعم نسمع موسيقى وبحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا على السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب منعمله بحياتنا اليومية. رويال بوشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما له غنى عن رويال بوشر بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال بوشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55.
لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببسالر على 01 44 55 55. من نحن وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبولنا منه. هلأ صار في كوتون كاندي ميكر ماشين سعره 40 دولار، بتخلينا نعمل كوتون كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحن وجميعين الأولاد حاولنا وعم نلعبون. حتى بالبيرديز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة وأكيد بينبسطوا فيها كتير. بتكون بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وبتكبسوا زر الأون للدور، تمسكوا حيال لاستيك بإيدكم وبتصيروا تبرموها ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بدكن يهون ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بدكن. تصلوا عبس سلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على هالماشين ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع للطبخ. هذا السيت مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والثانيه 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه لانه بيجي معهم غطا للضغط وغطا للاستعمال العادي. ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10 على 18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب 139 دولار بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. تصلوا عبس سلر على 01 44 55 55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بسالر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.